هذا وتحتفل مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية، وذلك تقديراً لعطائها الكبير على مر التاريخ، فهي نصف المجتمع وصاحبة الجهد المتواصل من أجل نهوض المجتمع والارتقاء به. وفي هذا اليوم الهام يتم الاحتفاء بإنجازات المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات. هو يوم يؤكد بكل ما تحمله من مضامين ودلالات الاهتمام البالغ بالمرأة البحرينية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أصدر أمره السامي باعتماد الأول من ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية لتسليط الضوء على مسيرتها في كل مناحي الحياة، خاصة بالنظر لدورها الرائد في الشأن العام وفي الحياة البحرينية منذ مرحلة ما قبل اكتشاف النفط عام 1932 وحتى يومنا هذا في مختلف المجالات. وفي هذا اليوم نحتفي بالمرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي ليتم إلقاء الضوء على ما قامت به المرأة البحرينية من دور هام في هذا القطاع الحيوي، والذي تمتد مشاركتها المتميزة فيه على مدى أكثر من 50 عاما، حيث تشكل نسبة النساء من إجمالي العامين في القطاع المصرفي في المملكة 32%، مع وجود امرأتين تترأسان مؤسستين ماليتين، إضافة إلى 3 نساء رؤساء تنفيذيات مصرفيات. إن هذا التاريخ الحافل للمرأة يبشر بمستقبل واعد لها، خصوصا مع دعم جلالة الملك المفدى المتواصل للمرأة وتواجدها البناء في المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل، وجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الذي قام ولا يزال بجهد جبار في تمكين المرأة البحرينية في جميع المجالات، محافظا على ما تحقق من إنجازات ومجتهدا في تحقيق المزيد. ومتابعة لاحتفاء مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية، تنضم إلينا عبر الهاتف الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة سعادة الأستاذة هالة الأنصاري. سعادة الأستاذة هالة، أهلا وسهلا بك بداية، وطبعا نبارك للمرأة البحرينية في يومها وبكل الإنجازات التي تمت لها. بداية نريد أن نعرف ما هي قراءاتكم وانطباعاتكم التي خرجتم بها بعد احتفال اليوم بيوم المرأة البحرينية. أهلا وسهلا فيك ومبروكين اليوم، يوم يعني سعيد ومفرح، ويعني كلنا فخر بأن يتم تخصيص يوم للمرأة البحرينية على المستوى الوطني، ونشهد يعني في هذا اليوم الكثير من التفاعل الإيجابي والمفرح من قبل كافة القطاعات، وحتى أيضا على مستوى الأفراد لمسنا تجاوب طيب، ونحن فخورين بهذا التفاعل من قبل المجتمع البحريني لهذه المناسبة الوطنية الهامة. بالنسبة ليوم المرأة البحرينية للعام 2015، تم انتقاء شعار يتناول وضع المرأة البحرينية في القطاع المصرفي والمالي، بحسب ما أعلنت عنه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم في بدايات هذا العام. ومنذ الإعلان عن موضوع اليوم كان هناك يعني نشاط مستمر ومتتالي، يمكن حتى أنتم كوسائل إعلام كان لكم دور كبير في إبراز مضامينه، ونشكركم عليه الحقيقة، بالإضافة إلى تفاعلكم كأجهزة إعلام في هذا اليوم. يعني اليوم نشوف لمسات طيبة وراقية من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق بلبس شعار يوم المرأة البحرينية، وبدي أن أشكركم على هذا الموضوع، بالإضافة إلى تنشيطكم لكل وسائل التواصل الاجتماعي التي تحت يد الهيئة. فاستكمالا لما كنت أتكلم عنه بالنسبة ليوم المرأة البحرينية، طبعا مصرف البحرين المركزي كان شريك أساسي، وتعاوننا معاهم في أن إحنا نفهم هذا القطاع بشكل أكبر، وفعلا يعني نقدم أرقام ودلائل تبين مدى تقدم المرأة البحرينية فيه، وربما ما هو متبقي أمامها من بعض التحديات هنا وهناك التي لا يخلو منها أي مكان عمل. يعني اليوم حتى الرجل البحريني أعتقد
يواجه بعض التحديات هنا وهناك في مجال عمله، وهذا شيء طبيعي وهذه هي سمة الحياة، لكن سيكون من غير الطبيعي أن نتفرج على هذه التحديات وهذه الصعوبات التي تواجه المرأة البحرينية، وطبعا بعون المرأة البحرينية هي يجب أن تكون المحرك الأول فيما يتعلق بحل المشكلات التي تواجهها بالدعم المناسب من المؤسسات المعنية، سواء كانت المصرف المركزي أو المجلس الأعلى للمرأة أو حتى مؤسسة العمل التي يجب أن تتحمل اليوم بعض من المسؤولية. نعم، سعادة الأستاذة هلا نصاري، بعد هذه السنة من العمل اللصيق مع مصرف البحرين المركزي، استعدادا لهذا اليوم الذي تحتفي به مملكة البحرين بدور المرأة العاملة في القطاع المالي والمصرفي، كيف وجدتم التحديات التي تواجه المرأة في هذا المجال، وما هي التطلعات والطموح؟ هي الحقيقة استدامة تقدم المرأة في هذا القطاع قد تكون أكبر وأهم تحدي في الموضوع. اليوم نسبة المرأة في القطاع المصرفي تتراوح ما بين 32 إلى 35%. هناك العديد من النماذج الطيبة التي وصلت إلى مواقع قيادية متميزة في هذا القطاع، ويبدو بأن هناك يعني نوع من الثقة والارتياح لأداء المرأة البحرينية في الوسط المصرفي والمالي بحسب ما لمسناه من اجتماعاتنا القريبة والوثيقة مع أصحاب القرار في هذا القطاع. ولكن يبقى التحدي بأن كيف ممكن اليوم المؤسسات توفر بيئة يعني مساندة لحضور المرأة ولمشاركتها. اليوم نتكلم عن أجيال جديدة تدخل في هذا القطاع، أجيال أيضا تبني حياتها الأسرية في المقابل، فيجب أن تكون هناك بيئة يعني تساند الموظف أو العامل في أوائل يعني خطواته في مؤسسته. فنحن نتكلم عن خدمات مساندة، نتكلم اليوم عن أنظمة موارد بشرية يعني تكون مرنة بحيث أن تستطيع المرأة أن توازن بين مسؤولياتها الأسرية ومسؤولياتها العملية. طبعا لا ننسى بأن هذا مبدأ دستوري هام وكافة مؤسسات الدولة اليوم ملتزمة أمامه، ومطلوب منها أن تعمل بكافة الطرق وشتى الوسائل لتطبيق هذا المبدأ الدستوري. فاليوم أمامنا العديد من الخيارات، والمجلس حاضر كمؤسسة تقدم استشاراتها وتقدم خبرتها للمعنيين في سوق العمل من أجل أن تحظى المرأة بفرص أكبر، فرص متكافئة. يعني يكون المعيار الأساسي والفيصل الأساسي في اختيار المرأة هو كفاءتها في الأول وفي الأخير. نعم، سعادة الأستاذة هلا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شكرا جزيلا لكم.